منه في الكاس على نفس الوضع النباتي إيثانول وخد إيثيلي ملقط محلول الدود قطارة كأس زجاجية ملقط كأس زجاجي ثاني ماء ساخن زجاج الساعة صاب زجاجية ملعقة بالإضافة للأوراق النباتية مجموعة من الأوراق النباتية مرة ثانية وهو إيثيلي ملقط محلول الدود محلول الدود قطارة وعاء زجاجي كأس زجاجية مقبض زجاجة ساعة كأس زجاجي صغير ساعة زجاجي ماء 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 وكأس زجاجي ساعة 500 ل 250 بالكامل هذا الأدوات المطلوبة من تجربة كشف على نشر الأوراق النباتية الآن نعبي بطاقة السلامة يا إخوان من بس الوقت دقيقتين فعلا دقيقتين بسرعة بسرعة تود أن تطرحها على المعلم هذا السؤال قبلي ولا بعدي قبلها
المفروض انه الطالب وجهه قبلي. طيب الان نسال اسئله؟ ها؟ نسال اسئله اسال اسئله هو جاوب اثناء الشغل. جميل، ما أهمية إضافة الطفل الإيثيلي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تؤثر كمية الطفل الإيثيلي على عملية الكشف على النشأ؟ ما حلو، طب الآن حليت إجاباتكم أنت 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 تعطيني إياها. إجاباتكم حتشوفها أنت وتعطيني إجابة. نعم. الإجابة السؤال الثاني السؤال الأول حتشوفه أنت بي يعني بالإجابة. خذ العملية حتعطيك الإجابة. الآن مثلا الإخوان ما حطينا فيه كمية من الدورة قصدي، حطينا فيه شوية ماء يغلي، بنحط فيه أوراق نباتات في الماء الساخن لمدة دقيقتين، أنا حاولت إني أحط أكثر من مجموعة أنواع مختلفة من النباتات لأنه مش الكل بيتجاوب، يعني نبات الصحراوي غلبنا شوية حتى إنه نجح التجربة فيه، فأخذت أكثر من نوع لمدة تقريبا دقيقتين، أنا هون طبعا الماء أنا هون الهدف انه احكي لكم عن الاولاد بعدين يستخلصوا الدكتور ابو الهدف الهدف من وضع في الماء المملي حتى قديش بناخذ من سخن الماء بيغلي اللي ممكن تفكيك الجزيئات تركيز الجزيئات حد عنده تعليق ليش تستخدم الماء؟ تبي كيف انه النباتات مش كلها بتجاوب شو عندنا نبات هذا اعطوه الجواب والثاني بعده الخضار لسه بعده طبقة الادب او كيتشي بيل تختلف النبات طبقة الأدبة نعم خارجية نعم في طبقة دونية نعم فممكن يغلي يعني الهدف اللي بقى هو مشان عشان نقتل حيوية النشا عشان نقتل حيوية مشان النشا اللي جو لأن حتى جو بدنا نكشف عن النشا فإحنا حتى إنه النبات ما يستهلكش النشا بدنا نقتله من موته الآن وقفنا إنه البركة إنها تاخذ تستخلص أو تستنفذ النشا فالهدف من غلي الماء اللي هو يقتل حيوية الأوراق النباتية طيب ليش ما ناخذ أوراق يكون النشا ممكن يكون استهلك النشا قد يعني تلاشى او فقد المفعوليه تبعها هي الفكره انه النبته بتكون عامله بناء ضوئي ومنتجه نشا او سكريات فبتكون بعد الورقه الحيه بس ورقه ثانيه ممكن تكون ناشفه ورق جاف ممكن يكون استهلك والمي اللي فيه تبخرت فتحول لحبيبات طبعا هي من اهم نتائج عمليه البناء الضوئي. الان ناخذ اللي بنعمل حمام مائي لنطلع النبات الاوراق من الماء المغلي. بنحطها في كاس زجاجي صغير. عشان نجيب النباتات كلها مش كلها لها اثر عليها الماء مع اللون. النبات الخبيزي. هون بتيجي على هي مثلا من الاخطار محتاجه نستخدم ماء ساخن، الان ناخذ الاوراق النباتيه نحطها في كاس زجاجي، نضيف عليها كميه من الكحول الايثيلي، نضمرها في الكحول.
المساعد لكثرة القماش. الآن نمردها الجميع، هذا محلول الجميع نضع على دورة نغمر الورقة في المحلول الأول، الآن شفت الأوراق كيف كانوا ومحلول البيوت، شو بدنا نشوف اللي صار معنا؟ شفت الورقة الصفرانات لما حطيت المحلول شو صار لونها؟ صار لون داكن، صار لون داكن، هذا كشف عن طبعا المحلول يطلعوا من لون احمر الى لون ازرق. هون عندنا اساس انه دليل انه في عندي نشف. طبعا هي ممكن نعملها للطلاب، دائما الطلاب متعودين البطاطا والارز والذره اللي فيه نشا، لحتى كان نفرجيهم انه البناء الضوئي بينتج عنه نشا. بنغير الستايل في تجربتنا، بدل نضل نكشف عن البطاطا والرز انه فيه نشا، انه النبته نفسها هي بتكون لنا النشا. ممكن نحدد عن طريق نسبة النشا في بعض النباتات، يعني ممكن نميز أو نفرق بين نسبة النشا في النباتات المختلفة. أو نحدد وجود النبات اللي فيه نسبة النشا أعلى. الأخيرة؟ الأخيرة تحول لون الأوراق اللون
وانا عندي سؤال. اذا كانت اذا الفرضية السداد على أرضية نباتات خضراء بعملية البناء